يا بابا. ايه يلا عايز ايه؟ الولد ابنك اللي المفروض اخويا ده عمال يشرد بنات صحابي وانا زهقت. على فكره يا احمد صحابك البنات هم اللي بيكلموني. من حلاوتك طبعا. طبعا. امشي يلا انت وهو، يلا كل واحد على الاوضه بتاعته. ماشي يا بابا. انا عرفت من العيله دي، انا اروح اكلم فرح صاحبتي. الو ايوه يا فرح. ايه يا احمد عامل ايه؟ احمد يا احمد خليك معايا كده يا فرح اشوف بابا. ايه ده، دي صاحبه احمد على التليفون. اديني الفرصه بقى واخش اكلمها. الو الو مين معايا؟ انا اخو احمد الصغير. يا عسل. بس اخويا بيضربني كل يوم، ازاي انا عسل؟ طب ليه بس بيضربك؟ مش عارف. طيب هات رقمك وعشان بيزعلك انا عامله بلوك. طب رقمي اهو 010 12 8. انت بتعمل ايه يالا بالتليفون؟ واشقط صاحبتك يا احمد. ايه سيب التليفون يالا يا ابني.